مشاهدينا نتحول لمتابعه اهم انباء المال والاعمال. ملف اقتصادي نفتحه في نشرتنا مع رجائي رمزي. اهلا بك رجائي. اهلا بك نهى. اهلا بك ايمان. مشاهدينا اخبار المال والاعمال نتابعها واياكم في هذه الوقفه الاقتصاديه. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التي تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها، ذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية. وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت في رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التي تخدم أهل سيناء، منها الأعمال التي تتم حاليا في تطوير ميناء العريش تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المميز للميناء، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات السينوية للأسواق الخارجية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,443,000 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341,545 حاوية مكافئة من خلال استقبال 243 سفينة متنوعة. وأكدت الهيئة العمل دائما على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وأيضا جذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها. بدأت صوامع صدس بمركز بابا بمحافظة بني سويف استلام القمح من الفلاحين. وتعمل صوامع صدس وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية، وذلك في نظام التكنولوجيا. بسعة تخزين 60,000 طن بدأت صوامع سدس ببني سويف التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 استلام القمح من الفلاحين. وبدأت صوامع سدس لتخزين القمح بمركز بيبا جنوب بني سويف استلام القمح المحلي لموسم 2023 من المزارعين ولمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة 8 صباحا يوميا. الصوامع هنا بتتكون من 12 خلية تخزين، ساعة الخلية الواحدة 5,000 طن بساعة إجمالية 60,000 طن. والنهاردة إن شاء الله أول يوم بداية استلام القمح المصري من المزارعين والمنتجين للقمح المصري المصريين. والحمد لله الدولة السنة دي بتختلف عن السنة اللي فاتت في دعم وتشجيع المزارع المصري، ورفعت السعر 1500 جنيه للأرداب وزن 150 كيلو. الصوامع تسعى لاستقبال وتخزين 60,000 طن قمح، حيث انطلق موسم توريد القمح واستقبال بصوامع سدس داخل 12 خلية تخزين، ساعة الواحدة منها 5,000 طن قمح. وتعمل صوامع سدس وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا، حيث يتم فرز القمح وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقا، وذلك تجسيدا لجهود الدولة ووقوفها كتف في كتف مع المزارعين. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا لنهى وإيمان، فإليكم. شكرا لك رجائي.